معي من أبو ظبي أحمد الكمالي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد أحمد. لنبدأ بالفجيرة لأنه الوضع يعني أصعب من غيره من الإمارات. إلى متى مستمر هذا الطقس؟ نعم، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. بالبداية راح نذكر بشكل عام كيف تأثرت الدولة بحالة عدم استقرار من يوم الجمعة، وشدت هذه الحالة من يوم أمس وحتى نهار اليوم، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة هذه الليلة وحتى صباح الغد يوم الاثنين، ومن بعدها تبدأ تضعف تدريجيا حيث تخف فيها كميات السحب تدريجيا وتخف الحالة من بعدها. ماذا عن الإمارات الأخرى سيد أحمد، وما المتوقع يعني غزارة الأمطار المتوقعة وإلى متى؟ نعم، بالنسبة لغزارة الأمطار أو في الإمارات بشكل عام، الحالة هذه راح تنتهي إن شاء الله من المتوقع أن تنتهي من بعد ظهر يوم الاثنين غدا إن شاء الله، حيث تبدأ كما ذكرت الأمطار كميات السحب تقل تدريجيا، ومنها تبقى في فرصة الأمطار لكن أمطار خفيفة إلى متوسطة بشكل عام، وتتركز على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ومن بعدها يوم الثلاثاء يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم أحيانا مجرد. إلى أي درجة ممكن أن يعني تنخفض إليها درجة الحرارة؟ درجات الحرارة ممكن أن تنخفض إلى 13 تصل 17 درجة مئوية بشكل عام. نعم. طيب، ما زال الوضع يعني حرج بالفجيرة. نعود إلى موضوع الفجيرة، لأن الشرطة كانت حذرت يعني الناس من الخروج إلا في الضرورة القصوى. ما زال الوضع أم أنه خف؟ حاليا الوضع على الفجيرة مجرد سحب موجودة، لكن خلال الليلة ممكن أن تشهد بعض الأمطار، لأن الأمطار السحب الممطرة حاليا متركزة على منطقة العين، وهي العين اللي فيها حاليا الأمطار المتركزة، الأمطار بين المتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من العين، ولكن الفجيرة حاليا فيها سحب مجرد سحب بس، ممكن أن في الليلة تشهد بعض الأمطار كما شهدت أمس. طيب، في تفضل. لا تفضل اختي. طيب، بدبي يعني شاهدنا القليل من الأمطار فقط، هل نتوقع أمطار؟ متوقع نعم خلال الليلة أن تشهد ليلة دبي بعض الأمطار، نعم دبي وشارجة نفس يوم أمس أن تشهد بعض الأمطار تتراوح ما بين المتوسطة إلى الغزيرة أحيانا، يعتمد على وجود السحب أين تركزت السحب الركامية. والبرد يعني في بعض الإمارات أيضا كان في برد، ما بعرف إذا براس الخيمة. شهدت بعض الامارات نعم في راس الخيمه ومنطقه الشارجه، منطقه المليحه في شارجه شهدت سقوط بعض البرد. نعم صحيح الكلام. انا اشكرك جزيلا من ابو ظبي سيد احمد الكمالي في المركز الوطني للارصاد الجويه والزلازل.